ماشي، هسه حاليا عرفنا الأداة الثالثة. الأداة الرابعة أداة أيضا جدا جميلة، يعني مثلا هذه تشوفوا كأنما أني راكب بسفينة، أو كأنما الكاميرا راكبة بسفينة تروح يمين ويسار. هاي الأداة الثانية أشياء مثلا نقول مثل رجة. طيب نشوف هاي باقي الأدوات، هذه كلها تنضاف للفيديو تنتج تأثيرات جدا جميلة. ماشي، هسه احنا عندنا حاليا شوفوا مثل ما شفتوه اختلف اللون. لو خليت هذا شوفوا اللون، لون هنا اختلف، هذه شوف اللون كيف اختلف. ايضا بيها الوان وبيها افكتات كثير جميلة. شوف هذه كيف اختلف. ماشي، شوف هذه. طيب الرابع الخامس، الخامس هذه ايضا جدا جميلة. اعطيكم مثال، شايفين الافلام اللي يصنعوها الافلام الاحترافية يخلونه دائما هذا هنا. راح اجيبه هنا، راح انزله، راح اطوله. شوف اختلاف ما بين فيديو عادي، شوف راح يطلعين الخطين، راح يصير كأنما فيديو احترافي. لحظة. طيب هذا الخط الأسود أريد مثلا أكبره أو أصغره. أجي من هنا مثلا، شوفوا كبر صغر، عاد أني حسب اللي أريد أسويه، مثلا مثل ما هو مثلا صفر، أو أريد أصغره أسوي مثلا 50%. 50% أيضا كلش حلو، ينطي جمالية للفيديو كأنما تصور فيديو احترافي. تمام، هاي أيضا هنا موجودة بعض الخصائص تقدرون تستخدموها. هنا أيضا إفكتات جدا جميلة، مثلا شوفوا مثلا هذه، مثلا هذه إفكتات حقيقة جدا جميلة. هذا الاختيار تقدرون تقسمون الشاشة، مثلا تقسمون الشاشة إلى قسمين، يمين ويسار، فوق وتحت، أشطر بالمايل. هاي قسمة إلى 3 شاشات، هاي قسمة إلى 4 شاشات، هذه قسمة إلى 6. يعني أدوات جدا جميلة. طيب احنا حاليا رتبنا الفيديو مثل ما سوينا هنا، وقسمناه وكملناه ومنتجناه، هي هاي عملية المونتاج. ماشي، اللي هو التحرير. طيب حررنا الفيديو كملناه، حاليا نريد هذا الفيديو كله اللي سويناه نخرجه. ماشي، نجي هنا على الاكسبورت. ماشي، قبل ما اخرجكم، واكو هنا ادوات ايضا جدا جميلة. هذا شو مندوس على هذا الخيار تسوي لك زوم على الفيديو كله اللي عندك، وهذه سوي زوم ان وزوم اوت بالفيديو، راح يطلع لك التفاصيل. يعني في حال اذا تريد تشتغل مثلا اكو اماكن تريد صغيرة او كبيرة تقطعها، تقدر تسوي من هنا زوم ان وزوم اوت. ماشي، وتدوس على هذه يرجع الفيديو كامل تشوف مقابلك. ماشي، نيجي على اكسبورت. اكسبورت تجي هنا نوعية الفيديو، ليش هو الموبايل، لليوتيوب، للفيسبوك. انا حقيقة دائما اختار صيغة MP4، وهنا اسم الفيديو والمكان اللي راح يتخزن به. هنا هتشوف انه الريزوليوشن اللي هي الدقة مالته فول اتش دي 1080 على 1920، وحجم الفيديو اللي منتجناه حجمه 900 ميجا بايت. ماشي، وطول الفيديو صار 10 دقائق. نجي على السيتنجز، على الاعدادات، نقدر نغير من هنا.
حج او صيغة الفيديو. نجي ايه، انا مثلا صيغة الفيديو مثلا اريد اسويه بصيغة بس مجرد اتش دي، مثلا اسويه اتش دي، او اسويه هنا اتش دي، اسويه هنا فول اتش دي، اسويه الترا، اسويه لحد الفور كي، اقدر اسويه. ماشي، انا حقيقة دائما استخدم صيغة الفول اتش دي. فول اتش دي لان صيغة جدا جدا تكفي، بنفس الوقت حتى لا يطول عندنا الفيديو في عملية المونتاج. و فول اتش دي جدا كفاية. طيب، ورا ما كملنا هاي الخيارات، هاي هنا انصحكم ما تلعبون بيها لانه ما لنا علاقة بيها. ندوس على اوكي. شوفوا، تغير لي حجم الفيديو، قبل شوية كان 800 ميجا بايت، هسه صار حجم الفيديو 3 جيجا بايت. ليش؟ لان زيدنا الريزوليوشن مالته. ماشي، حاليا فقط ندوس اكسبورت، ندوس على الاكسبورت. مثل ما تشوفون حاليا تتم عملية تخريج الفيديو، تتم عملية ثانية بثانية ثانية بثانية الى ان يتم تخريج الفيديو. ماشي، حاليا راح اوقفه وراح اشوفكم شو راح يصير بالصورة النهائية. حاليا مثلا عندنا هذا الفيديو كمل، اجي هنا مثلا هو من راح يكمل راح يقول انه تذهب الى مكان الفيديو اللي نحفظ به، ادوس له نعم. هذا حاليا راح الغيه. ماشي، وبالنهاية راح يظهر عندنا كما مثلا هذا الفيديو اني منتجه سابقا، مثلا في هذا الفيديو كنت اشتغل مع منظمة. لاحظوا هذا الفيديو، هذا الفيديو كله تم تصويره عن طريق هذا البرنامج. ومثل ما تشوفون من فوق ومن جوا السواد الموجود، وحتى هاي السرعات اللي عم اسويها تقدر، هم كل هاي اعدادات موجودة بيها. كانت فعالية لمدرسة حول عمل آلات موسيقية من النفايات، من الطالة، من العلب، مثل ما تشاهدون أمامكم. شوفوا، انتهى الفيديو، فيديو جدا جميل. كاميرا آن مونتاج محمد كركجة. طيب، حاليا شوفتكم البرنامج اللي راح تقدرون إن شاء الله بالمستقبل تمنتجون عليه. هذا برنامج فيلمورا، برنامج كلش سهل للأشخاص اللي ما عندهم يستخدمون برنامج أدوبي بريمير. هذاك برنامج أيضا مونتاج ولكن احترافي، هذا برنامج جدا سهل، وشوية شوية انتو راح تتعلمون عليه وراح تبدعون به إن شاء الله. وفي حال كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار عن هذا البرنامج لا ترددون، اكتبوا لي بالتعليقات مثلا فلان خيار شلون استخدمه، شلون نبطئ الفيديو، شلون نسرع الفيديو، شلون مثلا صوت نضيف، شلون نضيف صوت، شلون نضيف اكثر من فيديو، شوف شلون نقدر نضيف اكثر من تسجيل صوت. كل هاي الامور لا ترددون ابد، اسالوني وان شاء الله راح اجاوبكم. ما اريد اطول عليكم، تحياتي لكم، لا تنسون لايك واشتراك القناة تدعمونا، وحبكم ومتعليكم، في أمان الله.